اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتور محمد. نورنا في الشاهد. متشرف مع وجود حضرتك. عايز اسال حضرتك او خلي البدايه من سؤال يمثل ذروه، يعني مش هناخد المساله بالتدريج. الاعلام في الحرب وتحديدا في الحرب الروسيه الاوكرانيه ثم حرب غزه، هل هو جاني ام مجني عليه؟ يعني في الحقيقه طبعا ده سؤال صعب، لانه في بعض الاحيان بيبقى جاني وبعض الاحيان بيبقى مجني عليه. جزء كبير منه بيبقى مجني عليه فيه طبعا، لانه الاعلام في النهايه، وحضرتك استاذ في هذا الموضوع، ينقل ما يحدث. المشكله في تضخيم ما يحدث وبعض الصور الانتقائيه اللي بيتم تصديرها خلال معركه هنا او هناك. فهو بالمعنى ده يبقى جاني، لانه يصدر مشهدا ما، مشهدا ما على على عكس الحقيقه، ويسيد بعض المشاهد، يعطيها مساحه اكبر من الوقت ومن الصوره ومن التنظير والاهتمام. اذا هو بيعمل هنا، او حضرتك عارف، الاجنده سيتنج، اللي هو تقطير للقضيه، تقطير القضيه من خلال بعض المشاهد بيركز عليها جدا، بعض الروايات والقصص بيركز عليها جدا، يخلق منها ان هي دي القصه الحقيقيه. بينما في موضوع زي الحرب الروسيه الاوكرانيه او حرب اسرائيل على غزه او اي ازمه كبيره، بيبقى فيها مئات القصص بل الاف القصص. السؤال ماذا سيركز الاعلام؟ الاعلام هيركز على ايه؟ هو ده قرار اللي قاعد في 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 الغرفه المركزيه للاخبار، او اللي بيدير المشهد الاعلامي. ومش من الصدفه انه كتير من القاده العسكريين، بالذات في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها، ولا خلال 30-40 سنة الماضية، انه جزء كبير من المعارك الحربية بقى يدار على شاشات التلفزيون. على شاشات التلفزيون هذه المعارك، لانك تاني بتصرف انظار الناس تجاه موضوع معين، تجاه ثم تسيد فكرة معينة، هذه الفكرة تخدمها بمشاهد، بقصص انسانية معينة، وبناء عليه حضرتك تشوف طول الوقت انه القنوات كلها لها توجه، وده طبيعي ان اي قناة لها توجه. واذكر عن استاذنا السيد رسين الراحل، يعني انه قمه الحياد ان تعلن انحيازك منذ البدايه. كتير من القنوات لا تعلن انحيازها منذ البدايه، انما تقدر تقراه في المشهد. وبرده تاني جمله نفتح قوسين عشان نقول ده كان سبب رئيسي عشان مصر تعمل القاهره الاخباريه. انك لازم يبقى عندك، نيجي للملف طبعا، الاعلام لو ما قلتش روايتك محدش هيقولها لك، محدش هيقولها نيابه عنك. اذا صراع الروايات ده بالذات في الازمات بيبقى باين جدا. من هنا الاعلام يبقى جاني. طب الاعلام مجني عليه في ايه؟ انه كتير من الاطراف يحولوا الاعلام مسؤوليه تغيير الحقيقه، او مسؤوليه الدفاع عن مواقفهم، او مسؤوليه خلق حقيقه اخرى مغايره، ظنا على ان الاعلام بيقدر يعمل كل حاجه. انا بقول الاعلام ما يقدرش يصنع حقيقه، انما يقدر يضخم الحقيقه، يقدر يضخم هذا الموضوع، زي الفكره اللي جايه من السينما وحضرتك ادرى، فكره الكلوز على 20-30 حد، كما لو كانوا مليون، فيبان ان هم عدد كبير جد. وده لعب الكاميرا، او حتى لو عدد كبير فانت بتوسع الزاويه، فيبقى دي لعبه الكاميرا. دي لعبه الكاميرا طول الوقت. وحتى الكابشن او التعليق اللي بيتحط على الصوره، او اللي هو الشريط اللي بيطلع على الصور، انت هنا بتوجه الناس ان هم يقروا هذه المشاهد بشكل مختلف. هنا تاني الاعلام يبقى مجني عليه. انما في الحقيقه كتير من الناس ظنوا ان الاعلام يقدر يصنع شيء من لا شيء، وده غير حقيقي. ده في وجهة نظري. البعض يتصور انه الاعلام يقدر يصنع من لا شيء شيء، انا بقول انه لا، الاعلام يقدر يصنع من شيء صغير شيء كبير، من شيء تافه شيء عظيم، والعكس صحيح. يقدر يخلق من شيء كبير شيء صغير جدا ملوش لازمة، انه يغيبه عن المشهد، يناقشه بطريقة يعني غير واعية او بطريقة ساخرة، فيتحول الموضوع الى شيء ساخر وشيء تافه وشيء ملوش لازمة. انما يقدر تاني من الحاجة الصغيرة يعمل منها حاجة كبيرة، ومن هنا يبقى الاعلام تاني بقول جاني. انما هو مجنى عليه من قبل من يتخيلون ان الاعلام لابد ان يعرض مواقفهم وان يحارب نيابه عنهم. الاعلام ياتي لاحقا على انفجار المشهد، كيف سيتوجه هذا المشهد؟ هنا يجي دور الاعلام.